مرحبا، رجعنا لكم بأهم الأخبار بالأسواق العالمية اليوم الاثنين 21 نوفمبر. من جديد تساهم تصريحات مسؤولي الفيدرالي في قلب الموازين، وبينما تضغط على الأصول والملاذات وعلى رأسها الذهب بخلاف الضغط على الأصول عالية المخاطر كالعملات الرقمية والأسهم، فقد منحت الدولار فرصة لاستعادة بعض ارتفاعاتها التي بدتها الآمال في توقف قريب للفيدرالي عن السياسة والأكثر تشدداً. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين مطلع تعاملات الأسبوع في حدود 8 دولار نزولا إلى مستويات قرب 1745 دولار للوقية بخسائر في حدود 8 دولارات، وبعد تداول الذهب قرب مستويات 1755 دولار للوقية نزل إلى مستويات 1747 دولار للوقية بتراجع في حدود 5%، ما يعادل في حدود 8 دولار. وفي العقود الفورية للذهب نزل سعر الذهب في حدود 6 دولار إلى مستويات 1744، ما يعادل انخفاض بحدود 4% خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الاثنين. وفي المقابل قفز مؤشر الدولار من مستويات دون 106 نقطة إلى 107 نقطة بزيادة 45% خلال هذه اللحظات من تعاملات يوم الاثنين مقابل سلة من العملات الرئيسية، بينما يتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الاثنين في حدود 0.39 نقطة إلى مستويات 3.79%. قد تساهم البيانات الأخيرة في تعقيد الأمور أمام العديد من مسؤولي الاحتياط الفيدرالي الذين يضغطون من أجل رفع أسعار الفايدة بوتيرة أبطأ خلال الأشهر المقبلة، والتكهنات الجديدة حول اقتراب سياسات البنك المركزي من الوصول إلى ذروة تدابير التشديد النقدي، ويتمسك المسؤولين بالتأكيد على أن التضخم ما يزال مرتفعا بشكل غير مقبول، وأنه يجب أن تنخفض قراءات مؤشر أسعار المستهلكين الشهرية بوتيرة متتالية للتأكد من أن ضغوط الأسعار تتجه إلى مستويات تتسق مع المستوى المستهدف للبنك المركزي والبالغ 2%. وأشار نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد إلى تفضيل رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في وقت مبكر من الشهر المقبل، لكنه أضاف أنه ما يزال هناك لديه عمل إضافي بحاجة للتنفيذ فيما يتعلق برفع معدلات الفائدة، في حين صرحت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو أنه بينما تتمثل استراتيجية في رفع أسعار ثم الصمود لبعض الوقت، وقالت فإن هذا لا يعني أنهم كانوا على وشك إنهاء حملة التشديد الخاصة بهم، وأكدت أن وقف رفع سعر الفائدة ليس خيارا في الوقت الحالي، ويبدو أن أسعار الفائدة حدود 4.75% إلى 5%. واتبع جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي في سانت لويس نبرة مماثلة وداعا إلى رفع سعر الفائدة لتتراوح في نطاق 5.25% على الأقل، وأشار رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي في سانت لويس إلى المستوى الأدنى مقيد بما فيه الكفاية، وقال نايل كاشكاي رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي في مينيابوليس لم نصل إلى هذه المرحلة بعد فيما يتعلق بالتوقف عن رفع سعر الفائدة، وأضاف أنه يريد الاقتناع بأن معدل التضخم توقف عن الصعود. وتعرض الدولار لضربة قوية بعد صدور بيانات ضعيفة عن التضخم وإمكانية قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بإبطاء وتيرة تشديد السياسات النقدية، وعلى الرغم من تحسن مبيعات التجزئة إلا أن مؤشر الدولار الأمريكي ظل يحوم حول مستوى 106 بعد أن وصل إلى 113 في الفترة الأخيرة، لينهي تداولات الأسبوع مغلقا عند مستوى 106.969. قال المحلل في شركة ترينز للأوراق المالية ومقرها مومباي جيارة تريفيدي إن أسعار الذهب قد تظل متقلبة حتى يكون هناك اتجاه واضح من مجلس الاحتياط الفيدرالي، ومع تقديم بعض الراحة للذهب انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، ما جعل السبائك أرخص للمشترين في الخارج، ومع ذلك اتجهت العملة الأمريكية نحو أفضل أسبوع لها في شهر إذا أدت التصريحات المتشددة من مسؤول الاحتياط الفيدرالي ومبيعات التجزئة القوية إلى كبح التراجع الناجم عن علامات تراجع تضخم الأسبوع الماضي. وتضع الأسواق حاليا فرصة بنسبة 87% رفع 50 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد رابع ارتفاع متتالي بمقدار 75 نقطة أساس. وقال فيتش ستوليوس في مذكرة أن أسعار الذهب ما تزال مدعوة
بمخاطر الركود المتزايدة والحرب في أوكرانيا التي ما تزال تتطور، وصول الدولار إلى ذروته. ومن ناحية أخرى، ورغم التفاؤل المتزايد تجاه الاقتصاد الصيني، فإن ما تزال هناك مخاطر عالية في رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بشكل أكبر وأكثر قوة مما تتوقعه السوق، وسيستمر ارتفاع التضخم في رابع الثالث من الضغط على الذهب. وعلى الرغم من أن الذهب ينظر إليه على أنه تحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الذهب وعوائد السندات ويرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك. وقال المحللون أن المستثمرون في المؤسسات قلقون، وقد يكون تحقيق المزيد من الكاسب في الذهب بعيد المنال. كانت معكم كلوديا شادي أحمد.